هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذا البرنامج، برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المشاهدين. ضيفنا في مثل هذا اليوم سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الله، أهلا وسهلا، أحييك وأحيي السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك. ننوه بداية هذه الحلقة على أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-402 يمكنكم التواصل أيضا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. كما أيضا ننوه على أن هذه الحلقة تبث صحبة قناة النبأ الفضائية جزاهم الله خيرا. بداية شيخنا، تتكرر المجازر الواحدة تلو الأخرى ويتفاعل الناس معها، وتصدر الإدانات من شتى الأطراف، ثم لا نرى فعالا على الأرض، فلا زالت درنا محاصرة، ولا زال مجرم الحرب حفتر يقتل خارج القانون. فما واجب المجتمع المسلم نحو هذه المجازر، وما واجب المسؤولين وكل من يتحمل مسؤولية في هذا البلد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصاب جلل فجعنا به في هذا الأسبوع، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. أحداث مؤلمة شديدة الألم، الأول ما حصل في بنغازي، يعني ما يقرب من 40 من أبناء بنغازي الأبرياء وجدوا في الأغلال مكبلين وعليهم آثار التعذيب، وقتلوا بأيدي آثمة فاجرة غادرة. والحدث الآخر أيضا وهو مؤلم أشد الألم، وهو القصف الجوي الذي حصل لأسر في مدينة درنة، أسر من نساء وأطفال ورجال، يعني صاروا في طرفة عين أشلاء، يعني ممزقة، ويعني فعل بهم ما فعل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم في عليين، وأعزي أهاليهم جميعا في بنغازي وفي درنة. أسأل الله تعالى أن يخفف أحزانهم ويعوضهم خيرا، ولا يحرمهم الأجر ويرزقهم الصبر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي الجرحى. وهذه الأحداث المؤلمة التي تتسارع وتتتابع، علينا أن نعلم أن ما يجري الآن من شدة في ليبيا، سواء كانت الشدة المسؤول عنها الجهات التنفيذية من شدة العيش وارتفاع الأسعار وغلاء الدولار وانقطاع السيولة وضيق المعيشة وانقطاع الخدمات وغير ذلك، أو كان مما المسؤول عنه هو الجهات الأمنية والعسكرية والمجالس التشريعية، سواء كان في الشرق أو في الغرب، من جرائم والقتل والخطف، جرائم دموية وحشية نراها كل يوم في بلادنا. أقول هذا ما يجري في ليبيا الآن من هذه الشدة،
هو جزء مخطط له ومستهدف في مشروع الصخيرات في جزئه الأمني أو ترتيباته الأمنية غير المعلنة، لأن هذه الشدة يقصد منها في هذا المشروع أمرين، يقصد منها أمران. الأول، الأمر الأول هو القضاء على الثورة، والأمر الثاني هو إرهاب الناس، إرهاب الناس وتخويفهم ويعني قتل الإرادة فيهم وروح المقاومة والمطالبة بالحقوق وبالحريات، بحيث كل إنسان ينكفي على نفسه ويطلب السلامة لها ويقول نفسي نفسي لا أطلب غيرها، بحيث يعني يستقر، بحيث يستقر الاستبداد والقهر والدكتاتورية ويعود النظام السابق بأبشع صوره، أبشع صوره التي كانت في السبعينيات والثمانيات، يعني من العداء للدين والعداء للوطن والعداء للخلق وللقيم ولكل ما هو عقلاني ومنطقي. هذا هو الذي يعني الآن تعاد إليه ليبيا. فكل من يعني بارك مشروع الصخيرات ولا يزال متشبتا به ومتمسكا به بعدما رأى من كوارثه، هو مسؤول على ما يجري في ليبيا الآن، مسؤول مسؤولية مباشرة، لأنه مصر على إنهاك البلد وقتلها وتدميرها وعلى ألا تقوم لها قائمة. هؤلاء كلهم مسؤولون ما داموا لا يزالون متشبتين بهذا المشروع الذي بدت لهم عوراته وبدأ لهم سيئاته. والناس الآن يعني ماذا يجدي؟ الذين اشتركوا في الصخيرات وإلا المجالس الموجودة الآن ولأي جهة تصدر بيانات استنكار وتنديد و أمر بفتح تحقيق، ماذا يجدي هذا الأمر؟ يعني الآن ألا يعني نستحي من أنفسنا؟ نحن نستخف بعقولنا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى قبل مشروع الصخيرات. موضوع التحقيق هذا أمر يعني لا يكاد يكون له وجود، القضاء يعني عاجز فاشل، عاجز عاجزا كاملا بسبب عدم وجود الأمن. يعني منذ حكومة زيدان والقتل وخرج مشروع لا للتمديد ومشروع جمعة الإنقاذ بنغازي ويعني الهجوم وتدمير الدروع والناس اللي كانوا مسيطرين على أمن بنغازي من ذلك الوقت، ومسلسل القتل يتوالى وأوامر التحقيق تصدر من وزراء الداخلية والدفاع من عهد حكومة زيدان إلى حد الآن، ولا توجد أي قضية حقق فيها ويعني نال المجرمون جزاءهم. يعني كله ضحك على الذقون لا فائدة. فالبيانات التي تصدر الآن سواء كانت من أي جهة أرى أنه أصبحت لا جدوى لها لكثرة الجرائم المتتالية، فصار الناس كأنما عاش عندهم شغل شاغل في إداراتهم إلا كل يوم والله يطلعون بيان استنكار، بيان استنكار ما فائدة هذه الاستنكارات. هذه الاستنكارات أصبحت حتى الناس المسؤولون مسؤولية مباشرة على الجريمة في بنغازي ولا في طبرق من البرلمان ولا من حفتر ولا من جماعته، صاروا أيضا هم يصدرون في أوامر التحقيق والاستنكار والكلام من هذا. يعني برلمان طبرق الآن اللي يحاول الآن يبرر، وبعض أقول يعني لا أستطيع أن أقول جميعهم جميع أعضاء البرلمان، لكن الغالبية والكثرة الكثيرة منهم هي الآن متواطئة ومتعاونة ومتآمرة على القتل، لأنه البرلمان هو اللي يعني من ضمن اتفاقيات عملها زمان مع مصر أنه يعطي الإذن للمصريين سواء كانت القوات العسكرية الجوية والبرية من حقها أن تدخل ليبيا وتفعل
ولا تقاضى ولا تحاكم ولا كذا، ماذا ينتظر منه؟ يعني لا أعمم، هناك أناس من أعضاء البرلمان وهم قلة قليلة، إن أصواتهم أصوات حق وربما يكونوا مخلصين لبلادهم، لكن الأغلبية العظمى هي خائنة لبلادها وباعت بلدها للأجنبي من ذلك الوقت، من زمان ليس من الآن. فهم يصدرون الآن لوامر بالتحقيق في هذه القضايا وهم أسبابها، وكذلك حفظ يصدر التحقيق في ما جرى وما يجري، وقد صدر أمر بالتحقيق قبل ذلك في قضايا كثيرة كبيرة، يعني مثلا صدر تحقيق في القتل الذي في الشوارع، في قتل أهل القنفودة، وفي طائرة المروحية اللي خرجت من معتيقة إلى صبراتها، وفي الأعداد الكبيرة اللي وجدت ملقاة في المكبات، أعداد كبيرة من الأبرياء ومن طلاب العلم ومن الدعاة. هل خرج تحقيق؟ أبدا لم يخرج أي تحقيق. فأصبحت هذه الأوامر والبيانات والتحقيقات من أي جهة صادرة هي لا جدوى منها ولا قيمة لها، يعني التحقيق ضد من؟ يعني هو القاتل نفسه يريد أن يحقق ضد نفسه، يريد أن يستنكر ما فعله بنفسه، يعني هذه مضحكة. هذا يعني نستهزئ بعقولنا إذا كنا حين نؤمل شيء من هذه البيانات ومن هذا الكلام. على الناس أن يرجعوا إلى الله ويتخلصوا من هذه السلبية. إذا أرادوا بلادهم الآن في مهب الريح، ضاع منهم كل شيء، عليهم أن يتخلصوا من السلبية، يعني تتجمع أيدي الليبيين جميعا أيا كانت اتجاهاتهم خارج هذه البيعة اللي باعوها للمجتمع الدولي للأمم المتحدة. هؤلاء لا يريدون خيرا بليبيا أبدا، ولا يمكن من خلال مشروعهم أن يصلوا إلى شيء، لأنهم لا يبحثون عن جمع الكلمة إنما يبحثون عن الفرقة. الليبيين جميعا عليهم أن يتخلصوا من هذه المشروعات الأجنبية ويجلسوا أيا كانت اتجاهاتهم ليخرجوا بحل لأنفسهم يعالجوا به مشاكلهم. يعني ماذا يعني نستطيع أن نتحصل من بيانات، يعني بيانات ضد تفريخ الجرائم اليومية، الجرائم اليومية كل يوم يعني تفريخ لها. فاحنا نحن نستنكر هذا التفريخ اليومي اللي ما نقدرش حتى نلاحقوه، وفي الوقت نفسه ندعم الجهاز اللي هو مسؤول عن التفريخ. ندعم الجهاز نقول ما عندناش حل إلا حل الصخيرات. أنت هذا جهاز التفريخ أنت تدعم فيه، ثم بعد ذلك تصدر بيان تقول يعني التفريخ هذا لا نريده. ما دام أنت متمسك بهذا الأصل الذي يفرخ وتدعمه، فكيف بعد ذلك تستنكر ما يخرج منا من نبتات شيطانية؟ هذه دماء يا أيها الناس، اتقوا الله. الدماء فإن أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كل إنسان عليه أن يراجع نفسه. لابد أن نرجع بخطوات عملية الآن، يعني لا يجوز لنا أن نقف عند الاستنكار والبيانات. الآن في الجهة الغربية مثلا مجلس الدولة ولا المجالس الأخرى، مجالس الحكومة، أقصى وأعلى سقف لطموحاتهم أنهم يبعثوا شكوى لمجلس الأمن، ولا أدري لعلهم لم يستطيعوا بعد أن يجعلوا الخارجية تقوم بهذا الأمر إلى حد الآن. مجلس الأمن لو أعضاؤه الموجودون فيه لو كان هم غير راضين على ما يجري من مصر في ضربها لدرنا ولا من ما يفعل به حفتر، هل يستطيع واحد منهم أن ينبس ببنتي شفا؟ هل يستطيع منهم أحد أن يفعل شيئا أبدا؟ يعني هؤلاء الناس هم يعني مستعبرتهم، هذه الدول مستعبرتهم، وبرلمان طبرق مستعبد لحفتر، وحفتر مستعبد لأسيادي الذين يدفعون له المال. برلمان طبرق لا يستطيع واحد منهم، معظمهم لا يستطيع منهم حتى أن يكح، إذا لم يأخذ إذن من حفتر ما يقدرش يقول كح، ما يقدرش أبدا، مستحيل، جربناهم. ولذلك هؤلاء الناس لا يجوز التعلق بهم، ولا نقول هذا حوار وكذا. هؤلاء يتحاورون عن كراسيهم وعن مناصبهم، ولا يهمهم تدمير البلد. وأقول للناس جميعا، الليبيين جميعا، ما حصل الأسر في درنا ليلة قبل البارحة يمكن يحصل لأي أسرة في يعني في سوق الجمعة ولا في طرابلس ولا في صبرات ولا في مدينة، في لحظة هم يعني في لحظة سرور ولا مناسبة، يعني في طفرة عين يصيرون أشلاء وجثث، ولا أحد يعني ينجدهم ويتكلم عنهم. إذا لم تنجدوا أنفسكم وإذا لم تتخلصوا من هذه السلبية،
يعني للأسف لما خرج يوم الخميس مجموعة من الناس يستنكرون على ما حصل في درنة، لم يخرج يعني ما خرجوا إلا العشرات في ميدان الشهداء، أين الباقون؟ يعني هل ينتظر كل إنسان لأن يأتيه مصيره ويدمر مصر ويدمر أي إمارات ولا السعودية ولا عملائها الموجودون المبتوتون الآن في كل المدن الليبية؟ على الناس وعلى المخلصين وعلى أهل ليبيا الحارصين عليها أنهم يجمعوا أمرهم، ولابد من الرجوع إلى مشروع. أنا أطلب من الناس أن يرجعوا الآن إلى مشروع المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني لا زالت له الشرعية، لا زالت له الشرعية لأن المحكمة الدستورية حكمت له، ولابد من وجود جسم نلتف حوله. إذا التففنا حول أي جسم وهذا الجسم هو المؤتمر الوطني له الآن شرعية، فإننا نستطيع أن نتخلص من كل هذا البلاء ومن هذا الدمار. عليكم أن تقارنوا أحوالكم. عندما كان المؤتمر الوطني العام يعني مهما كانت فيه من السلبيات، قارن نفسك في ذلك الوقت ما أنت عليه الآن. فالناس عليهم أن يبحثوا عن مصالحهم ويحرصوا عليها ويتخلصوا من الظلم. وأقول للناس المسؤولون على القتل سواء كان بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، سواء هذه الطائرة التي ألقت قنابلها وإلا هؤلاء المجرمون الذين قتلوا ما يقوم من 40 من أهل، هذه جرائم الأخيرة آخر حاجة. أقول لكل المجرمين والسفكين والسفاحين واللي يقتحمون البيوت واللي يقتلون الناس واللي يقتلون، أذكرهم بأن قتل نفس واحدة يوم القيامة يعني حسابها عظيم وعذابها شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في حديث البخاري أن القاتل يعني يأتي متعلقا بالمقتول ودمه يشخب حتى يؤتى به إلى العرش فيقول المقتول يا رب سل هذا فيما قتلني. فهناك المحكمة العدل وهناك القصاص الحق لابد أن يقتص منه، هذا في من يقتل شخصا واحدا، فما بالك بمن يقتل الثلاثة والعشرة والأربعين والخمسين والثلاثين والمئة ويأمر بها، وما بالك أيضا بمن هو مسؤول ويعمل نفسه أنه مسؤول في مجلس تشريعي ولا مجلس دولة ولا مجلس حكومة ويرى هذا البلاء وهذا الظلم. أفرض نفسك هذه الأسرة الآن يا من أنت في مجلس دولة ولا مجلس حكومة ولا مجلس برلمان، أفرض أن هذه الأسرة هي أسرتك، أولادك وأبناتك وزوجات أولادك هم الذين قصرتهم طائرة المصرية، ماذا يكون شعورك؟ عليكم أن تعرفوا ماذا يحصل، خطورة ما يجري الآن في البلاد. لابد أن تتخلصوا يا أهل ليبيا، يا وطنيون، يا من تحرسون أنتم مشروع الأمم المتحدة وهو يقتلكم، يا من تحرسونه من الثوار، عليكم أن تراجعوا أنفسكم وتجمعوا أمركم وتبحثوا عن مصلحة ليبيا الحقيقية لا مصلحة الدول الأجنبية. إذا اجتمعتم في أي مشروع واتفقتم عليه وأرى أن تجتمعوا الآن وترجعوا إلى المؤتمر الوطني العام فإن هذا هو المشروع الذي يجمعكم الآن. إذا فعلتم ذلك فإنكم ستتخلصون من هذه الكوارث، وإلا فإن الله عز وجل يعني سينتقم من الظالمين ثم بعد ذلك ينتقم ممن لم يقف أمام الظلم وباركه وسكت عنه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا كريم. ربما نستعرض بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحة القناة. الأخت حنان تقول السلام عليكم شيخنا كريم، تقول تسأل عن رأيكم في مؤتمر غريان بخصوص عودة الملكية وبعض النخب التي تطالب بذلك. نحن لا نمانع في أي اتفاق، كما قلت قبل قليل أي اتفاق يكون بين الليبيين ماهوش يعني خارج عن جلباب الدول الاستعمارية التي لا تريد بلادنا خيرا، تريد أن تركب بعضنا على بعض ويقتل بعضنا بعض، وخارج منظومة مال الإمارات الفاسد ومخابرات السعودية التي لا تريد ليبيا استقرارا. إذا كان الليبيون اجتمعوا على أي شيء، عودة الملكية أو دستور الملكية أو أي أمر اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، فنحن نباركه، لأن نريد حلا وطنيا ليبيا ليبيا، لا نريد أيدي أجنبية. الأيدي الأجنبية تستهدف الدين وتستهدف الأخلاق وتستهدف الأرواح وتستهدف الثروات،
نريد من الليبيين يجتمعوا فيما بينهم أي مشروع يجتمعون عليه ويتفقون عليه فنحن نباركه ونتقدمهم فيه. وأنا أقول إن مشروع المؤتمر الوطني العام هو مشروع لا يزال قائما على الناس لأنهم لا انسدت لهم الطرق، ومشروع الصخرات يعني علم الجميع بفشله وعلموا مساويه ومآسيه وما ترتب عليه من الشدة ومن الضيق ومن الظلم ومن زهق الأرواح ومن مصائب يعني لا تستطيع أن تعددها. عليهم الآن أن يتخلصوا من هذا البلاء ويرجعوا لأنفسهم ويعملوا اتفاق فيما بينهم أيا كان هذا الاتفاق، إذا اتفقوا عليه فإنه سيكون أرحم بالبلد مئات المرات مما هم فيه الآن. بارك الله فيكم شيخنا، نستسمحك شيخنا في أخذ بعض الاتصالات. الأخ عبد الرزاق من تجورة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ، نهاركم مبارك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. سؤالك يا عبد الرزاق. يا شيخ، نطرح مع شهادنا في بنغازي في الأبيار. نعم. وفي درنا. آمين. الله يرحمهم جميعا ونحسبهم عند الله شهداء إن شاء الله. شيخ نقول نسأل عليه بالله على موضوع البطاقة. يعني هذه يجوز نشرها من يعني بطاقة العائد دولار، هذه ناخذها من المصرف ولا ناخذها خلال الأحرام؟ ولو أخذتها يعني هل نستطيع أن مثلا حد ماشي برا نعطيهم مبلغ بحيث يعني القيمة كاش فهمتوا يعني أجرة يعني توكلها بس يسحبها وتعطيه نص تعطيه أجرة على هذا التوكيل؟ نعم نعم يا شيخ، الله يرحمه. طيب، أجاب الشيخ في كم حلقة عن هذا السؤال، لكن ننظر إن شاء الله. أم أحمد من غريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. حياكم الله مشايخنا. تفضل أم أحمد، أهلا وسهلا بك. يا شيخنا والله المأساة كبيرة، وإذا سمحتوا لي بالمشاركة معكم بالنسبة لي يعني اللي صار في درنا مأساة يعني ألمتنا كثيرا، يعني اللي ألمنا أكثر يا شيخنا إنه نشوف عدد كبير من الضباط ومن العسكريين في المنطقة الغربية وإنهم يطلعوا علينا بالرتب متاعهم ويتكلموا في التلفزيونات يقولوا إحنا لن نستطع أن نكون جيش لأن المجلس الرئاسي يمنعنا. يعني هل هم محتاجين لإذن المجلس الرئاسي حتى يكونوا جيش في المنطقة الغربية الخلفية والجنوبية؟ إيش معنى حفتر يعني دار كون جيش بالحتالة اللي معاه حشا السامعين يعني ودار بهم عصابات وقال هذا جيش واعترف به العالم؟ هل محتاجين المنطقة الغربية بإذن من سراج حتى يكونوا جيش؟ يعني الآن يعني لازم كلمة يعني شديدة للضباط عماء اللي يتخاذلوا في خدمة الوطن، يعني الآن يحتاجوا الوطن الآن، يعني هذه الرتب يطلعونا بها ويورونا فيها يا إما يكونوا يعني قادرين يديروا نتيجة للشعب، إحنا الخير رقبوا حمايتهم إذا كانوا حق جيش ويحموا أطفال درنا ويحمونا في المنطقة. طيب، الغربية وغيرها، ما يكونش بشكل. شكرا أخت محمد. وإذا سمحت لي معلش بالنسبة لمؤتمر غريان يا شيخ، يعني أنتم في لما جت حكومة الصخيرات حطيتوا خمس شروط لقبولها، نتمنى أن تعرضوها حتى الخمس شروط هذه على الملكية لو يبوا يرجعوا فعلا وندعموها، وإذا قبلوا بالشروط هذه يعني إذا رأيتوا يعني إذا رأيتوا نعم الشروط ليست شكرا أخت محمد، الشروط ليست مفصلة على اتفاق الصخيرات فقط بل في أي كل اتفاق. الأخ إبراهيم من مصراتة. اهلا، تفضل ابراهيم. تحيه لك ولفضيله الشيخ سامي. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبتين. هل يجوز مناصره او العمل تحت امر شخص يحمل الجنسيه الامريكيه مطلوب للنائب العام قاتل اول من خرج على الدوله ثلاث او اربع مرات سرق قوت الليبيين بالاعتداء على مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، نبش القبور، هجر الناس وبسلم ليبيا للدول المجاوره؟ السؤال الثاني، نعم، المشاركين والمناصرين والمطبلين ما سامحني على الكلمه ذيك الكلمه هذه، والمزمرين والسياسيين العلميين اللي شاركوا في مؤامره الصخيرات لا يعادوا لحد الوطن حين كمواطنين، نتسامحوا معاهم ونتقبلوهم ويرجعوا لوطن لحدهم الطبيعي، وبارك الله فيك. طيب شكرا. الاخ عبد الرحمن من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
وانا الشيخ عبد الله تحييك والشيخ مبارك صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. الله امين امين بارك الله فيك. قلت لك يا شيخ عبد الله انا عندي سؤالين. سؤال الاول بالنسبه يا شيخ عبد الله، انت عارف ان الصخيرات هذه تحالف توقيت محمود جبريل، هذا ما ندورش منه لان رايته العلمانيه وكذا، لكن نبي الشيخ يقدم نصيحه اخيره لهؤلاء اللي هم تعز حزب العداله والبناء ضمه اللي يشوف فيها الدماء ويشوف فيها الدنيا ومازالوا مستمرين فيها على الضلال هذا، عرفت؟ نعم شكرا. طيب شكرا. في اتصال اخر. طيب الاخ اسامه من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حيا الله شيخ عبد الله. اهلا وسهلا بك، مرحبا. والله نحب نسلم على الشيخ، نسال الله يحفظه ويثبته ونسال الله يبارك له في علمه. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام الله يجزيك خير. من بنت فبراير. من جدابيه بنت فبراير. الله. اهلا، تفضلي انت على الهواء. السلام عليكم استاذ عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. يا استاذ عبد الله نحييك ونحيي قناه تناصح ونحيي الشيخ الفاضل الجليل الشيخ فاضل الغنياني ونحيي قناه تناصح والعاملين فيها جميعا. الله يبارك فيك، مرحبا بك. يا شيخ عبد الله انا في البدايه مني من مدينه الجابيه نعزي اخوتي في دارنا واطفال دارنا ضحايا المجرم الحرب حسر ونترحم عليهم، ولكن يا شيخ عبد الله انا بنقول الشيخ فاضل الغنياني الى متى؟ إلى متى أنت مفتي الديار الليبية؟ إلى متى الصمت؟ إلى متى الصمت؟ أطفالنا كل يوم تقتل، وبعدين هذه مثل الجريمة الأولى البشعة، من قبل هو قاتل من قبل طائرات مصرية خشت علينا في المجتمع الدولي، لما خشت إيطاليا بالبوارج والبواخر الإيطالية. بنت فبراير. السيادة الليبية، السيادة الليبية. بنت فبراير أنت. السماعة الليبية انتهكت من 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 مجرم الحرب. يا أختي. إلى متى الصمت؟ لو على الوجه النزاهي للليبيين اللي ما زالوا على مادة فبراير، هذا المجرم المحسوب كل الوثائق وكل الدلائل تطلع منهم هم، وانا اتمنى من قناة الحدث المجرم هذه، قناة الحدث الاشخاص تجيبهم الحدث بعدين تلقوهم مرميين في القمامة يا سيد عبد الله. نعم. بكل معنى من وين الجريمة؟ يعني الجريمة عرفناها طلعت من وين؟ انا نوجه سؤالي بس للشيخ الصادق الغرياني، الى متى الصمت؟ الصمت يا بنت فبراير. يا اختي خلاها تسمعني شويه. طيب شكرا اخت فبراير، نشكرك على هذا الاتصال. الاخ صالح من عربان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اخ صالح. مرحبا بك حايكم، نعزي اهل دارنا، اسال الله ان يكونوا اطفالهم ذخرا لهم وفرطه يوم القيامه. امين. وعظم الله وجههم. وننكر هذا العمل الارهابي الاجرامي من اي كان، سواء من امريكا ولا من فرنسا ولا من روسيا ولا من اليهود ولا من الامارات، هذا ننكر هذا العمل وهذا لا يقبل به اي مسلم، وبارك الله فيكم. الاول بارك الله فيك. شكرا شكرا اخ صالح. سالم من طرابلس. نعم اسمعني من الهاتف يا سالم. نعم اخ سالم لو تسمعني من الهاتف. طيب علي من الزاوية. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا نترحم على الشهداء جميعا في ليبيا وخاصة شهداء الأبيار ودرنا، ونحيي الشيخ الصادق ودار الإفتاء والأبطال الإفتاء ومزيد من الثبات، ونسأل الله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم. عليكم السلام، بارك الله فيك. في اتصال آخر. طيب شيخنا نعود إلى بقية الأسئلة. هناك أيضا من يسأل، أخت تسأل عن حكم قراءة القرآن للمرأة أمام غير المحارم خصوصا أمام لجنة التحكيم في الأوقاف. على كل حال هذا يعني وجهنا دلهم توجيه في الماضي، قلنا ينبغي أن تكون لجنة التحكيم من النساء، لأن النساء الحافظات كثيرات يعني ما يحتاجوش هم إلى لجان من الرجال، فلو كان هناك يعني لجان نسائية ينبغي عليهم أن يعينوا لجان نسائية لامتحان البنات، وإذا كان لم يوجد فلا بأس، لكن مع وجود النساء فلا ينبغي أن يعينوا لجان من الرجال في التحكيم. نعم جزاكم الله خيرا. أخ يسأل عن حكم بيع الرصيد الإلكتروني رصيد ليبيانا والمدار مع تفاوت القيمة. كل هذه مسألة فيها يعني أخذ ورد بين أهل العلم، ولو يتجنبها من باب الاحتياط يعني خير له، لأن هذا الرصيد
هل هو منفعة وخدمة؟ فإذا كان متحول بالفعل إلى منفعة وخدمة فبيعه جائز بأي قيمة، لأنك إذا كان أن تؤجر مثلا منفعة دار، سكن الدار لمدة شهر، أنت أجرتها بمية، يجوز لك أن تبيع هذه المنفعة بمئتين لا حرج. ولكن إذا كان اعتبرنا هذا الرصيد لا يزال يحمل صفة النقدية، وأنك أنت كأنك تستعمل هذا تجارة، لا تريد أن تشتري رصيد لتستعمله، وإنما أنك تشتري بمئة وتبيع بمئة وعشرين ومئتين، ففي شبهة أنك تستبدل المال بمال أكثر منه. وذلك يعني هل يفعل هذا بناء على أن يعني فيه تسعيرة محددة، يعد موزع؟ في فرق بين الموزع وبين شخص بيشري هذه الخدمة ويبيعها. الموزع إذا كان مثلا أعطوه حزمة بمئة ألف، هذا يدفع له منها هو إيجار على البيع. أعطيتك أنا حزمة فيها مئة ألف رصيد، نبيك توزع حالي مثلا ألف دقيقة ولا كذا، نبيك توزع حالي ونعطيك أجرة عليها كذا. فهذه يعد ما تفعله اللبيانة ولا المدار، ما الحزمات اللي يعطوا فيها للموزعين تعد أجرة على خدمتهم على البيع اللي هو مبيه. لكن اللي يشري من الدكان مثلا بخمسة دينار ويبيع بستة ويشري بسبعة وبيع ثمانية، هذا هو موضع الشبهة، ينبغي الاحتياط والابتعاد عنه لموضع الشبهة دي فيه. جزاكم الله خيرا. الأخ سليم من مصراتة يسأل عن هل يجوز تقسيم تركة الورثة دون الرجوع إلى الفريضة الشرعية؟ إذا كان مصالحة يجوز المصالحة على التركة، إذا كان يعني كل الورثة اتفقوا على أن بعض النساء أحيانا لا تريد أن تنتظر مثلا الخصومة ولا القسمة ولا ما يحصل بعد سنة ولا بعد شهر، تقول لهم أني حصتي وميراتي الثمن اللي نارته في فلان، نبيكم تعطوني فيه كذا وكذا. إذا اصطلحوا على أن يشتروا منها حصتها فهو جائز، فالمصالحة على التركة جائزة، لكن ينبغي باتفاق جميع الورثة. نعم، جزاكم الله خيرا. الأخ علي في صفحة القناة يسأل يقول هل التأمين الإجباري على السيارة حرام، وهل يجوز أخذه على في حالة القتل بحادث سير بدل الفدية؟ لا، التأمين الإجباري اللي هو من الشركات التجارية هذا قمار حرام، لا يجوز الاشتراك فيه. وإذا الإنسان أجب عليه إجبار يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الإكراه يبيح حتى يعني النطق بالشرك وكذا، إذا كان إنسان تحت إكراه ملجي ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. كذلك الإكراه على ما دونه فإنه يرفع الحرج عن المسلم. فإذا كان التأمين في الشركات هذه التجارية، التأمين التجاري هذا معلوم أنه حرام وأنه مال القمار، لأن الإنسان يدفع فيه أقساط ولا يعلم هل يستفيد من هذه الأقساط ويردها ولا يرد أقل منها ولا أكثر منها ولا تريح عليه فلوسه كله، هذا هو القمار بعينه حرام لا يجوز. فإذا أجبر عليه يرفع عنه الإثم بسبب الإكراه والجبر، لكن هل يستطيع أن يستفيد منه؟ لا يستطيع، لأن عقد حرام، معنى أنه يعني من عقود القمار وعقود الغرب معنى أن عقد حرام ورفع عنه الإثم بسبب الجبر والإكراه. وهل يجوز للمسلم أن ينتفع بالعقد الحرام، يعني عقد رشوة ولا عقد بيع يعني نجاسة ولا بيع خمر ولا بيع شيء معدوم ولا كذا، وبعدين يريد أن يستفيد منه وينتفع منه، ولا عقد ربا ثم بعدك يريد أن يأخذ الفائدة منه؟ فلا يجوز للمسلم أن يستفيد وينتفع من العقود المحرمة. العقود المحرمة يجب أن يستفيد منها ويجب حلها ونقضها وعدها كأنها لم تكن معدومة. فهو يعني يشارك فيه ويدفع فيه الإقساط لأنه مكره على ذلك ولا يستطيع أن يقود السيارة من غيره، لكن مع ذلك إذا كان وعمل الحادث ولا التأمين بيعطيه أجرة، لا يجوز أن يأخذ هذه الأجرة، يجب عليه أن يتخلص منها.
يجوز له أن يأخذ فقط مقدار الأقساط، إذا كان عنده دفع 10,000 أقساط على مدى السنين الماضية مثلا يجوز له أن يسترد من شركة التأمين بقدر الأقساط التي دفعها من باب استرداد الحقوق، لكن يجوز له أن يستفيد وينتفع من هذا العقد المحرم ولا أن يأخذه في الدية، كل هذا غير جائز. طيب جزاكم الله خيرا. عذرا شيخنا، نأخذ بعض الاتصالات. عبد الفتاح من طرابلس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك شيخ عبد الله، بارك الله فيك، انت شيخ صادق على هذا البرنامج طيب واحبكم بالله. اهلا وسهلا بك. طبعا المصاب جل ولا نقول الا ما يرضي الرب، انا لله وانا اليه راجعون. وهو كان امر الله قدر المقدور، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، كتاب موجل. وآية اخرى، ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها. فلا نرجو الا الصبر، ونقول للذين يتشمتون في الاطفال ويصفونهم بال الإرهابيين، فانظر للغرب، الغرب قطة تموت يتشفون عليها، ونحن الذين ندعي الإسلام يتشفون ويفعلون الأفعال، يقول لك هذول إرهابيون، والله الحجارة أفضل منهم، لأن الحجارة وإن من الحجارة لم يتفجر منه الأنهار. طيب شكرا. إن منها لم يشق فيخرج منها الماء، والحصى سبح في يد رسول الله، لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون. نشكرك أخ عبد الفتاح. شكرا شكرا. شكرا شكرا، بارك الله فيك. مفتاح من درنا. والله أريد لحظة لحظة، نعم تفضل شيخنا. والله أريد أقول لهؤلاء الناس الذين الآن يتصلون وكلهم يعني يتبكون ويعزون، أريدكم أن تكون ناس عمليين. أنا ألومكم، لا أنت الآن وغيرك، إن ليست أنت وحدك، عشرات يتصلون ويتبكون على ما حدث ويلومون ويفعلون وكذا. أنتم تفعلون، أنتم تعرفون من السبب، تعرفون القاتل من، تعرفون من هو متآمر عليكم على ليبيا الآن. إذا حتى عندما طيب الناس الخروج ليستنكروا، يعني استنكار فعلي عملي في الميدان، ويندلوا بحية المجتمع الدولي يسمع لهم ويضع حد لهذا الإجرام، ما خرجتم، لماذا لا تتكلمون؟ الكلام لا فائدة منه. أقول للليبي الآن الكلام لا فائدة منه، علينا أن نصمت. بيانات الاستنكار لا تجدي شيئا. التحقيق جربناه 7 سنين 5 سنين لم نجد منه شيئا. حتى من يقومون بالإجرام الآن ويقتلون من برلمان طبرق ولا حافته ولا جماعته، هم يستنكرون ويرفعون شعارات فتح التحقيقات وكذا. يعني هذا دحق، نضحك على أنفسنا، هذا استهزاء بعقولنا. نحن نتكلم ولا نفعل، علينا نتخلص من السلبية. إذا أردنا أن نعيد إلى بلدنا حريته ومجده وثورته ودفع الظلم والضرب على أيدي هذين المفسدين المجرمين الذين طمعوا فينا من الإمارات ومن السعودية ومن المصريين، علينا أن نخرج بعشرات الآلاف في الميادين. هكذا هكذا إن كنتم حقا تريدون بلدكم وتتألمون. أما أن تتكلموا في الإعلام فقط ونستنكر وكذا وكذا وكذا، وعندما يجد الجد للعمل حتى استنكار سلمي تظاهر عجزتم عنه. ما في الآن ما تستطيع أن تتحصل حتى على 1000 في الميدان، هذا أمر مؤسف. هذه كان لازم أن نواجه أنفسنا بالحقيقة. كل من يشاهد البرنامج لا أريد منه الآن أن يتباكى ولا يستنكر، أريد منه فعلا، أريد منه عملا. أخرجوا في الميادين يوم الجمعة يوم الخميس بعشرات الألاف، استنكروا هذا. إذا بعد ذلك لم تتحصوا على شيء، بعد ذلك تستطيعون أن تلوموني وتلوموا غيري. أما وأنتم جالسون في البيوت سلبيون لا تريدون أن تفعلوا شيء حتى بالطرق السلمية، ثم بعد ذلك كل واحد يبكي ويقول حصل وحصل وحصل، فهذا كلام قول لا فعل معه ولا عمل معه، وما هو إلا استهزاء بعقولنا. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ مفتاح من درنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تسمع فيه فضيلة الشيخ؟ تفضل لو مفتاح. قلت لك طبعا الطاغية القذافي كان عبرة لكل بغاة العالم. نعم نعم. لما كان على ظلم وكان على بغيان، ربك في خلال سنة نهاه. ولكن عملية الكرامة بدت 350 شخص، ولأنها مبنية على حق فربك نثرها، واليوم يطلق عليها جيش جراح. طيب طيب. من بعض الصحف الأوروبية. والعاقبة للمتقين صبرا على ياسر. بنت ليبيا. بنت ليبيا. عليك السلام ورحمة الله. أنا نشكرك يا شيخ على البرنامج. نعم. على
أرواح الشهداء الذين سقطوا، نسأل الله نصر بهم إن شاء الله. نعم. يا شيخ لها قصة البيع بالكروت رصيد مداغ والديانة. نعم. نفسه وهي في المصرف كانت نبيعوا فيه للمحلات أقل، هل فيها حرام أو لا؟ أنت أجاب الشيخ عنها الآن، ماذا الجديد في السؤال؟ السؤال أننا نحن ما نبيعش فيه بزيادة، نبيعوا فيه أقل، يعني كانت بعشرة نبيعوا بأقل من عشرة. طيب أجاب أختي كريمة، أجاب الشيخ، لو تراجعين ذلك إن شاء الله في الحلقة في الإعادة. طيب هناك اتصالات أخرى. طيب شيخنا نفس لعل ما يقارب ما تفضلت به في الإجابة السابقة، هناك الأخ حسين في صفحة القناة يسأل يقول إنه هو دخل يعني قام بتعديل عمره في من فترة بسبب الجيش، وكان يشتغل في القطاع الخاص ولديه ترخيص ويدفع أقساط الضمان الاجتماعي، يقول مجبرا لأنه لا يجد، لأن عند تجديد الترخيص يطلب منه إفادة بذلك، والآن يقول سنه وصل إلى سن التقاعد وطلبوا منه بعض المستندات لصرف مرتب ضمان وإرجاع مبالغ المالية التي كان يدفعها خلال الفترة الماضية، هل يجوز له أخذ هذه المبالغ؟ والضمان اللي يريد أن يستفيد من الضمان لابد أن يدفع الأقساط الحقيقية إلى حد ما يوصل عمره سن التقاعد، يعني نفترض أنه هو الآن سنة في الأوراق الرسمية 65 وصل سن التقاعد ويبوا يعطوه يعني مرتب الضمان، فإذا كان هو مدفعش جميع الأقساط من اللي بدأ يعمل إلى أن وصل عمره 65 فلا يجوز له أن يأخذ مرتب الضمان، لابد أن يدفع كل الأقساط بحسب عمره الحقيقي الوظيفي يعني العمل، مش عمره اللي في الأوراق المزور، الإنسان قد يزور عمره ينقصه ولا يزيده، ولو من التزوير كان ما ينبغيش الإنسان يفعله، لأنه يعني يؤدي بعد ذلك أو يعني كل من فعل شيء من هذا بعد ذلك يعني وقفت أمام عقبات أخرى تتعلق بحياته، لأنه أساسا هو شهادة أمام القاضي يشهد بأن عمري كذا ويعرف أنه ليس كذلك، وكذلك القاضي يشهد بهذه الشهادة وكان يعني مستعمل هذا ويتسهلوا فيها ويزوروا وكذا، فالغرض هذه السلبية اللي في عهد القدم والسلبية الآن هي تجرنا إلى كل الكوارث، تبقى تتبعك حتى بعد تتقاعد، تتبع ذريتك وتتبع أولادك، أنت ينبغي لك أن تقاوم الظلم ما استطعت، الآن في وسائل لمقاومة الظلم، لابد أن تخرجوا بأعداد كبيرة إلى الشوارع وتقاوم الظلم وتنكروا ما يجري الآن من هذا الحوار البائس الفاسد اللي يتصارعوا فيه 20 ولا 30 واحد يعني ظلم مفسدون على كراسي ليبيا وسلب ثوراتها ونهب خيراتها وأنتم جميعا تتفرجوا، 6 مليون يتفرجوا عليهم وهم لا يعني يبحثون ولا يفكرون لا من قريب ولا من بعيد في المآسي التي يعيشها المواطن الليبي فيما يتعلق غارق في المآسي وفي المشاكل وفي الأزمات، غارق فيها من أخمص قدمه إلى أذنيه، لا يلتفتون عليه ولا يتكلمون عليه ولا يبحثون عنها، ويعني بعد ذلك تأتي الجرائم الواحد بعد الأخرى ونبقى احنا مجرد ننظر وننتظر أجالنا وننتظر ما يأتينا وما يصيبنا ونبقى نتباكى، هذا اللي نريد أن نتخلص منه، حتى ما كان في عهد القذافي هكذا كان يفعل بنا ما يفعل، ولكن كان القهر يعني شديد والناس ما عندهمش مخرج، ومع ذلك كانت فيهم أيضا سلبية في أشياء يستطيعون أن يفعلوها ولم يفعلوها، فالسلبية هي التي أوصلت نظام القذافي من الاستبداد والقهر والظلم وسلب الحريات وتعقيد الأمور، ما وصلته إلى ذلك إلا وهي سلبية الناس في ذلك الوقت، والآن أيضا السلبية اللي توصلنا إلى نفس المصير، فأقول لهذا الشخص هو سؤال ربما موش واضح علي أن يبعث إلينا في صفحة دار الإفتاء، لأن القاعدة أنك ما تستطيعش أن تأخذ أنت مرتب إلا إذا أديت جميع السنوات المطلوبة منك، مش بحسب عمرك اللي في الورق، بحسب عمرك الحقيقي أنك وصلت إلى 5 دفعت ضمان
قسط الضمائر لين وصل عمرك 65، أما إذا كان دفعت أقل من ذلك فلا تستطيع أن تأخذ مرتب الضمان إلا إذا أديت العمل الناقص اللي أنت يعني اختصرت بهذا التعديل في العمر. وإذا كان هناك تفصيل آخر يبعث لنا على صفحة دار الإفتاء ونجاوبه بالتفصيل. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ إبراهيم من مصراتة يتحدث عن أو يسأل، يقول هل يمكن أن نتقبل عودة المؤيدين لاتفاق الصخرات؟ ونفس الشيء عبد الرحمن من طرابلس يقول نريد نصيحة لحزب العدالة، يقول لعله هو نفض يده من غيرهم، ولكن ربما نصيحة لحزب العدالة في هذا الصدد. هذا كلام غير صحيح. أنا نفسي اتصلت بهم جميعا وأنا أطلب منهم الرجوع والعودة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني مش نقول لا يقبل، يجب عليهم أن يعودوا ويجتمعوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعضهم ويحصل تراص للصفوف، فما فيش حد يقول لا هذا يعني أخطأ معش يقبل. لا، لأن يعني من أخطأ ويريد الرجوع إلى الحق وإلى الصواب ويتخلص من الهيمنة الأجنبية ومن الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن تسليط أعداء الله علينا، الإمارات والسعودية والمصريين وعميلهم حفتر وبرلمانهم، هؤلاء الناس كلهم متآمرون على ليبيا لا يريدون لها خيرا، انظر ماذا يفعلون، لا يفكرون في مصيرها ولا في مشاكلها. وكل المجالس والمسؤول الآن تراهم يعني أقصى طلب ليهم هم أنهم الآن في هذه الأزمة وفي هذه الشدة وفي هذا القتل والدم، القتل الدموي والتدخل الأجنبي وطائرات أجنبية تضرب أولادنا وأسرنا، ومع ذلك كلهم يعني أقصى ما يطمحون إليه أنهم يبعثوا برقية مجلس الدولة ولا حكومة للمعرفية للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن يشكو لها. ماذا يجري هذا؟ ماذا ينفع؟ الأمم المتحدة لو كان هي لا تريد هذا ومجلس الأمن لا يريد هذا، هل يستطيع حفتر ولا غير أن يفعل هذا العمل؟ فالناس أن يعتمدوا على أنفسهم ويرجعوا إلى رشدهم ويتركوا هذه المهازل. هذا والله يضحكون على أنفسهم، وإلا ولا يخون بلدا، واحدة من الاثنين. يعني من هم الآن؟ هو صغير ولا يعقل وما عندهش تجربة، اللي هم الآن في مجلس الدولة ولفعوا كلهم يعني الناس عقلاء ولهم يعني تجربة ولهم حنكة ولهم دراية ولهم يعني معرفة بالأمور، فهل تنطي عليهم مثل هذه الأمور ويتركون حفتر هكذا يتسلط والمصريين يتسلطون وهم يعني يتناقشون يعني يومين ولا ثلاثة وأربعة كيف نبعث برقية ولا نستنكر؟ هذا ليس كلام. عليكم أن تقوموا بواجبكم على الصورة المتلى الكاملة لله جعل هذه الأمانة في أعناقكم، ألا كل فكلكم راع وكلكم مسؤول وسوف تسألون، والله سوف تسألون عن هذه الدماء، هذه الدماء اللي تجري الآن في بنغازي ولا في درنة ولا في هذه الكتائب الموجودة في طرابلس وتقتحم البيوت وتأخذ الأبرياء والدعاة والعلماء وأنتم ساكتون صامتون عليه، لا تحركون ساكن ولا تقيلون من يجب أن يقال ولا يقوم بواجبه، أنتم مسؤولون سوف تسألون عن ذلك، لا شك في ذلك، والله هذا لا نشك فيه. لا يعني الله عز وجل لا يترك شيئا هملا، ولا بد أن يحاسب ويعطي الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت يعني كيف أنتم هكذا تنومون وتستريحون وتأخذون المرتبات العالية والأمور تجري أمامكم هذه والدماء الناس غارقة فيها والضيق والشدة وقطع الأرزاق وقطع الحريات وقطع الأعناق، ومع ذلك تتخاصمون أن نبعث برقية لمجلس الأمن؟ أي كلام هذا؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم شيخنا الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا. نشكركم أيضا أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا